نحن وصلنا رسالة، رسالة، وعلى الإمارات أن تتلقفها بجدية. الإمارات ليست كالسعودية، مساحتها أكبر، يمكن أن تتحمل الصدمة وأن تتحمل الضربة. هذه دولة من كرتون، دولة من زجاج. بالنسبة لنا مع إيران، نحن علاقتنا بها علاقة محور وعلاقة يعني دولة لدولة. هذا الذي يعرفه الجميع. وبالتالي إيران اعترفت بسفير صنعاء قبل أن نعترف بسفير إيران في اليمن، هذا واحد. الأمر الثاني، نتمنى أن تصلنا أسلحة إيرانية وأن يكون لدينا خبراء إيرانيين. هؤلاء لديهم خبراء صهاينة، ولديهم أمريكيين، ولديهم فرنسيين، ولديهم ربما شداد الأرض، كلهم جمعهم إلى غرف العمليات وإلى الميدان العسكري. نحن اليوم نتواجه، عليكم أن تدركوا بأن المعركة تغيرت، وأن العنطسيات والعنتريات ولغة الاستعلاء ولغة الكبر اليوم تحت أقدام المقاتل اليمني. لم يعد لديكم أكثر مما فعلتموه. هل لديكم أسلحة نووية؟ ربما لو كان لديكم أسلحة نووية لاستخدمتموها. نحن لا نأبه لا بتصريحاتهم ولا بعنترياتهم. لدينا قوة ولدينا إرادة ولدينا عزيمة. طيب، أن نضرب الإمارات وأن نضرب السعودية وأن نضرب، حتى لو اتضح أن الأمريكيين ضربوا في اليمن أو أعلنوا أنهم استهدفوا اليمن، إننا سنستهدف المصالح الأمريكية أينما كانت.